السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحببت اليوم أن أتقاسم معكم إحدى قراءاتي في إحدى المدونات العربية عن تينا سيلج من خلال كتابها أنجينيوس، الذي تشرح فيه ما العبقرية وما الإبداع، حيث تخبرنا تينا أن علينا ألا نحرم أنفسنا من أفضل أفكارنا دون وعي منا، وتؤكد أن أول حل يتبادر إلى أذهاننا ليس بالضرورة الحل الأفضل. كيف ذلك؟ تابعوا معي. تبدأ تينا سيلج إحدى محاضراتها في تعليم الإبداع بأن تطلب من مجموعة من الحضور الوقوف في أول القاعة، وبشرط أن لا يتكلم أي شخص منهم، مع حرية كاملة في فعل أي شيء عدا الكلام. تطلب منهم تينا أن يقفوا جميعا في صف واحد وفق ترتيب تاريخ ميلاد كل شخص، من أول يناير في أول الصف وآخر دجنبر في نهاية الصف. رد الفعل الأول: التجمد في المكان. ما أن تنهي تينا شرح طلبها وتترك الطلاب لينفذوا المطلوب منهم حتى تعتلي وجوههم إمارات التعجب وربما الفزع، في دلالة على أن هذا الطلب مستحيل تنفيذه. بعد تبوث تينا على طلبها ومرور بعض الثواني، يبدأ أحد الطلاب بأن يحاول التعريف بتاريخ ميلاده باستخدام أصابعه، ويحاول أن يجعل بقية الفريق تفهم مراده. الفرحة بإمكانية حل المشكلة. بعد تقدم المنقذ الأول، يبدأ الآخرون في الابتسام، وتبدأ محاولات جماعية للتعريف بتواريخ ميلادهم باستخدام الأصابع. رغم صعوبة ذلك وعدم دقته، رويدا يبدأ الصف في التكون. ولمزيد من الإثارة، فجأة تعلن تينا أن أمامهم دقيقة واحدة فقط للانتهاء من مهمتهم، حتى يبدأ الهرج وتسود العجلة، حتى ينتهي الوقت لتبدأ تينا في سؤال كل شخص في الصف عن تاريخ ميلاده، لتنكشف الحقيقة المرة، وهي أن لغة الأصابع موصل غير جيد للأفكار في كل الحالات. الحل الأولي عبقري لأنه يثبت إمكانية المستحيل. بعدها تسألهم تينا: ما الذي حدث معكم؟ يبدأ الجمع بالتعبير عن دهشتهم من الطلب الذي نزل عليهم، وكيف أن أول شيء طرأ لهم هو أن هذا الطلب مستحيل في ظل الطلب بعدم التحدث. لكن فور أن تقدم أحدهم وبدأ يستخدم لغة الأصابع، حتى بدأ الجميع يدرك أنه الحل العبقري لهذه المشكلة، وشرعوا يفكرون كيف يمكن للغة الأصابع التعبير عن تاريخ ميلاد كل منهم. الحل الأول ليس بالضرورة الحل الأفضل والأمثل. ثم تطرح عليهم تينا السؤال: هل هناك حل أفضل لهذه المشكلة غير الأصابع؟ تمر برهة من الوقت، ثم يبدأ أعضاء الفريق في طرح أفكار أفضل. وفي هذه الحالة كان يمكن للفريق أن يكتب كل منهم تاريخ ميلاده على قطعة من الورق، ثم يقف كل شخص وفق ترتيب ميلاده. لقد اشترطت عليهم تينا أن لا يتكلموا وليس أن لا يكتبوا. حل آخر كان تمثيل أيام السنة بالكتابة على الأرض، ويقف كل شخص في المكان الذي يمثل تاريخ ميلاده. وهكذا حل آخر ممكن كان الغناء، فالمرفوض كان الكلام لا الغناء. الفخ الذهني أول حل للمشكلة، يحصل على الاهتمام الذي كان موجها لحل المشكلة. كررت تينا هذا التدريب مع العديد من الناس في مختلف الأماكن، وكانت ردود الأفعال متشابهة في كل مرة. أول حل يصل إليه عضو في الفريق يجعل بقية الفريق يسارعون لتنفيذه، مع تحول التفكير من البحث عن حل للمشكلة إلى التركيز على إمكانية تطبيق هذا الحل الأول.
الحلول الأولى لأي مشكلة ليست بالضرورة الأفضل. الإجابة الأولى على السؤال المستعصي ليست بالضرورة الأفضل أو تلك التي توجب إنهاء التفكير في الإجابات المحتملة، بل إن تيم هيرسون في كتابه المعنون فكر بشكل أفضل يقسم حلول أي مشكلة مستعصية إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو البديهي، الثاني وهو الأكثر إثارة للاهتمام، على أن القسم الثالث هو الأكثر إبداعاً ونبوغاً. إذن علينا ألا نقع في هذا الفخ الذهني، وذلك بالاستمرار في التفكير في حلول جديدة للمشاكل التي نمر بها. حين نصل إلى حل ما لمشكلة ما لنكتبه على الورق، ثم لا نفكر في تفاصيله، بل نستمر في التفكير في حلول ممكنة أخرى وبدورها نكتبها على الورق حتى نحصل على باقة من الحلول الممكنة. بعدها نبدأ في التفكير في جدوى كل حل، وسنجد أن التفكير المستمر وكتابة الحلول هو الحل الأفضل الفعلي. أشكركم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله.